عقد المكتب التنفيذي للسلطة المحلية بمحافظة الجوف لقاءه الأول بعد تعيين العميد أمين العكيمي محافظا لمحافظة الجوف. وفي اللقاء الذي حضره المحافظ ووكيل المحافظة الشيخ سنان العراقي وغالبية مدراء عموم المكاتب التنفيذية، جرى مناقشة أهم القضايا التي تهم أبناء الجوف. وقال المحافظ العكيمي إن من الأولوياته للمرحلة المقبلة استكمال تحرير ما تبقى من أراضي الجوف من الانقلابيين، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الصحي والتعليمي. كما شدد المحافظ على ترسيخ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء المحافظة كي ينعم المواطنون بحياة كريمة وآمنة، وبما يسهل من عمل المؤسسات والمنظمات والجهات الداعمة والمانحة. وشكل المحافظ لجنة لمتابعة شكاوى المواطنين، وكذلك تحدث عن ارتفاع الأجور وتكاليفها من قبل الميليشيا الانقلابية المسيطرة على وزارة الكهرباء. ودعا المحافظ جميع المدراء إلى التكاتف والتلاحم وجمع الكلمة والجهد من أجل النهوض بالمحافظة وتحقيق أهداف وطموحات الشهداء والجرحى. لنا أولويات، من أولوياتنا هو تطهير المحافظة. المدير عسكري وقائد في الميدان مثل القائد والضابط، ونحب أن نكون في الميدان جميعا. الأولوية الثانية هو أن نتكاتف على أن نعين الأمن والجيش على إداء مهامهم، ونرجع إليهم بكل شيء، ونشد من أزرهم، ونبذل أنفسنا وأبنائنا معهم في تحقيق الأمن. أن نبيض وجوهنا أمام الله وأمام مجتمعنا وأمام شهدانا، أن نجعل من هذه المحافظة قدوة